وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة ندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة خاصة جدا من برنامج ألف لام ميم، الحلقة خاصة بدورة أهل القرآن. نتعرف على الدورة، بس الأول نرحب بضيفنا وشيخنا الحبيب الشيخ عادل فنجري. منور يا شيخ. جزاك الله خيرا. يعني جزاك الله خيرا على تشريفك لنا في برنامج ألف لام ميم. شرفنا بكم. الله يرفع قدرك سيدنا. دورة أهل القرآن كثير مننا بيعرفها، وكثير مننا برضو ما تابعش أحداث الدورة. عايزين نتعرف من شيخنا على الدورة. بداية، نشأة الدورة شيخنا، يعني فكرة الدورة جت منين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخ أشرف. الله يرفع قدرك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله يحفظك. الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم هي فكرة كنت قد يعني كنت موجودا في محاضرة من محاضرات الخليج، وكان المحاضر أحد المشرفين في الحرم المكي وهو المسؤول عن القرآن، فطرح الفكرة أمامنا وأعجبتني جدا يعني. فلما عدت إلى مصر يعني جاهدت كثيرا في إدخالها إلى مصر، يعني سعيت لذلك، وإن كنت قابلت يعني صعوبات، لكن في النهاية اقتنع بعض الإخوان بعض إخواني في المسجد إن احنا نستطيع إن شاء الله إن احنا نجري هذه الدورة. الفكرة لسنا سابقين، لسنا الأوائل يعني، هي موجودة في الهند، في باكستان، وبعدين في دول الخليج خاصة. بدايتها، طب بدايتها سيدة كانت فين؟ بداية الفكرة في جنوب شرق آسيا. في جنوب شرق آسيا. نعم. هناك بيبقى في مدارس مغلقة للقرآن وللحديث. نعم. أما السعودية بياخدوا الطالب في فترة الأجازة الصيفية، ونحن بدورنا في مصر نعم برضو بنشجع الأولاد بنين وبنات في الأجازة الصيفية لاستثمار هذا الفراغ. التباين كان واضحا بيننا وبين الخليج. نعم. السبب انه الدورات في الخليج، دورات القرآن، بتنفق عليها الحكومات او الجمعيات الخيرية، اما نحن هنا يعني مجهود ذاتي. مجهودات ذاتية. نعم. طبعا فيها صعوبات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكرم أهل القرآن. نعم. الشيء الآخر أنه في دول الخليج في ارتباط بين المراكز، بين مراكز التحفيظ، يعني نفترض مثلا بلد زي الدوحة فيها عدة مراكز للقرآن، هذه المراكز كلها تتكاتف وهي تابعة لإدارة واحدة، كل رئيس مركز كان يرشح في آخر العام قبل الصيف يقول للأولاد أنت وأنت وأنت هتدخلوا الدورة الصيفية،
بيرشح مثلا 4 أو 5 من كل مركز، فبيدخلوا الدوره المكثفه وبيحاولوا يختموا القران. اما نحن في مصر طبعا مفيش ترابط بين المراكز. انا اظن السبب ان احنا عدد المراكز اكثر، والمراكز اكثر، نعم، ومتراميه الاماكن والاطراف، نعم. فبالتالي لما اعلنت عن الدوره اتاني يعني طلاب وطالبات بالنسبه لي مجهولون، يعني ما مانيش عارف هو يستطيع او لا يستطيع. فبفضل الله تبارك وتعالى قلت يعني ان احنا نختبر الاولاد المتقدمين. الاختبار كان عباره عن ان انا بدي للطالب صفحه واحده من القران لم يكن يحفظها من قبل، وطلبت منه انه يحفظها لي في ربع ساعه. فكان في تباين بين الطلاب والطالبات المتقدمين، في الناس اللي كانوا بيقدر يجيب الصفحه في 5 دقائق، نعم، وفي اللي كان بيجيبها في ربع ساعه، نعم، في اللي كان بيجيبها في نصف ساعه، وفي اللي كان بيجيبها في اكثر من كده، في اكثر من زمن ضيق. فانا قلت ان احنا علشان نعمل الدوره بعمليه حسابيه في شهرين ونختم القران، يبقى اللي جاب لي الصفحه في ربع ساعه اقصاها يبقى هو ده اللي انا هاخده ونبدا به الدوره. بفضل الله لما اجرينا الاختبار، طبعا كل الاحتمالات احنا بنقول كلام احتمالي، لكن نجح بنسبه 70%. طب بس انوه بس للمشاهدين الكرام بان اللقطات اللي بيشوفوها على الشاشه دلوقتي دي لدورات سابقه لدوره اهل القران. نعم. اخذنا اولادنا يعني نقول من كل 1000 كان يعني تقدموا للاختبار كان بينجح منهم 100. نعم. او نقول 115. بناخد ال 100 دول او ال 115 بنعمل بيهم الدوره. نعم. بيختم القران من ال 100، نعم، هنقول 65 او 70 ما شاء الله، بنسبه 75% تقريبا. اه، والباقون قطعوا شوطا كبيرا، يعني نعم، تخطوا نصف القران او ثلث القران او اكثر من ذلك. بس انا مش عايز اعدي كلام حضرتك قلته بان في الخليج بيبقى في ترابط بين دور القران بعضها ببعض، نعم، ومراكز تحفيظ القران. طب ليه ما نعملش دعوه، ما نطلقش دعوه من خلال هذا اللقاء لدور القران ويبقى في تعاون وربط بيننا وبينهم بحيث ان هم يفرغوا لنا الطلبه، تمام، نعم، ونوفر وقت الاختبارات او يبقى اختبار سريع. انا اتمنى ذلك، انا اتمنى ذلك ان يكون في تناسق او تنسيق بين مراكز التحفيظ او دور التحفيظ على مستوى الجمهوريه او على مستوى المحافظه او على مستوى المركز، يكون في تنسيق. وبعدين نحن يعني كلنا يعني يفتخر بمؤسسه الازهر، نعم، لا مانع عندنا ابدا ان نضع ايدينا في ايدي علماء الازهر ومشايخ الازهر الكرام الافاضل، نعم، فنحن نرحب بهذا التنسيق ويعني نتمناه من زمان. هي دعوة لكل المؤسسات، اه صحيح، التي تعمل في مجال القرآن، ودعوة لكل الدور يعني ومراكز تحفيظ القرآن، نعم، دعوة عامة. هي حضراتكم تشرفونا بالاتصال او المتابعة من خلال صفحة البرنامج سلاج الندى الف لام اي ال ام، يعني نتابع معا ونعمل ربط يا مولانا. يا ريت. طيب هذه دعوة. نعم. طب ليه سؤال بقى يا مولانا؟ اتفضل. الصفحة هتظهر إن شاء الله على الشاشة حالا. ليه سؤال لسيدنا، طب أنا كان ليا تحفظ على موضوع 60 يوم يحفظ فيها الطالب القرآن. تمام. ويتقن الحفظ. فإيه الآلية اللي بتتم من خلال الدورة؟ هل كل الطلبة بيغلق عليهم المكان؟ وبتعمل لهم نظام معين للحفظ والمراجعة؟ صحيح. علشان الطالب يختم القرآن في هذه الفترة الوجيزة يبقى لابد من اشتراطات معينة. الشرط الأول أن يكون الطالب مستطيعا على قراءة القرآن بنفسه، نعم، يعني بيقدر يقرأ، لكن مسألة التلقين لا، يعني مستبعد عشان الوقت. عشان الوقت. طب ناخد برضو ان صفحة الدورة موجودة على الشاشة دلوقتي للي حابب يتواصل مع اخواننا القائمين، وشيخنا طبعا هو المشرف العام على الدورة، صلى الله وبارك في عمري. جزاك الله خير. فحضرتك موضوع التلقين والاداء وضبط القراءة
بشكل متقن ده يحتاج إلى وقت. يحتاج إلى وقت صحيح. نعم. إحنا بناخد الطالب اللي بيقدر يقرأ يعني يستطيع القراءة. نعم. فبيقرأ أمام الشيخ الصفحة من القرآن فيها مثلا 10 آيات. نعم. الشيخ إحنا اختبرناه وعلمنا أن هذا الطالب يستطيع الحفظ بسرعة. نعم. فبناخده وبنقول له يعني كما أديت الاختبار بجد اقعد قدامنا واحفظ لنا الصفحة دي برضو في 10 دقائق أو في الربع ساعة. بيحفظ الصفحة في ربع ساعة. وبعدين ده طبعا بعد ما بيصححها على الشيخ. نعم. وبيجي يسمعها. بعد ما بيسمعها والشيخ بيجيزه بيقول له كده جيد، بيديله الصفحة الأخرى. تمام. التانية بنفس الكيفية، وبيجي يسمعها بعدها الشيخ يقول له سمع لي الصفحتين معا. نعم. من هنا يتم الربط. تمام. لو سمعهم معا بطريقة جيدة بنديله الصفحة الثالثة. يعني حضرتك بتعمل تراكمي. طبعا. بتعمل معاه تراكمي. ضروري. بياخد الصفحة الثالثة بنفس الكيفية أو بالكيفية نفسها وبعدين يجي يسمعها، نقول له اديني 3 صفحات معا، يسمعهم لي مع بعض. تخيل فضيلتك يبقى الصفحة الأولى كده اتسمعت كم مرة؟ 3 مرات. نعم. الصفحة الثانية سمعت مرتين. الصفحة الثالثة سمعت مرة واحدة. مرة واحدة كده. لعل الأولى يكون الطالب وصل فيها إلى درجة المهارة خلاص. نعم. وبيخطأش فيها. نعم. فإحنا بنسيبها وبعدين بنديله الصفحة الرابعة. يجي يسمع الرابعة. قبل ما ندخل بقى من الصفحة الرابعة، معنا مداخلة مهمة لشيخنا وحبيبنا الشيخ إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة قناة الندى. أهلا بك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك فضيلة الشيخ أشرف وشيخك الكريم. حياكم الله. وضيفك الكريم وشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عادل فندري. حياك الله شيخنا الحبيب. الله يسلمك ويحسن إليك. رفع الله قدرك، الله يبارك فيك. الله يبارك. حرمت هذا الشرف على الرغم من أني كنت يعني في معيتكم الكريمة على مدار سنوات طويلة منذ أن شرفنا بأن يرى هذا المشروع النور بفضل الله أولا ثم بجودكم الكريم والمبارك، فهنيئا لأخي وشيخي فضيلة الشيخ أشرف عامر. الله يرفع قدرك شيخنا، ربنا يفيك. الله يبارك فيك يا رب، أكرمكم الله. حياكم الله شيخ عادل، الله يبارك فيك. حياكم الله إبراهيم، الله يكرمك. الله يكرمك شيخ أكرمك. شيخ إبراهيم، أنت لك دور مهم في هذه الدورة. الله يرفع قدرك. يا ريت حضرتك توضح لنا هذا الدور. أنا أوضح الدور الدور الذي يقوم به كل شخص في الدورة أنهم يمشون خلف ربانية فضيلة الشيخ عادل الفندري، وليس من باب لمنادمة المجاملة ولا الكلام الذي يعني نمرر به الوقت، ولكنها حقيقة واقعة. فهذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم في عمره وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يكون هذا الأمر لنا بين يدي الله تبارك وتعالى، نقول أن احنا كنا من خدم كتاب الله تبارك وتعالى. لعل الله عز وجل يستخدم بعض الناس حين تكون مآربهم شخصية، وقد كان ولا أخفي ذلك على أحد، ولكن أقول كما قال الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ما تكرر تقرر، ولا أمل أن أكرر نفسي في هذه القضية، أنها بدأت بفضل الله تبارك وتعالى برغبة شخصية. كان الأمر والطلب هو طلب شخصي بحت، أن أفكر في أن يتم أبنائي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وسمعت عن هذه الدورة المباركة التي هي في الأصل فكرة هندية كانت تطبق في بلاد الهند، ولكن من الله على بلاد الحرمين، شرفها الله بالحرمين الشريفين وكذلك في طيبة على سفينة أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فلما جاءت إلى بلاد الحرمين الشريفين ثم قيد الله تبارك وتعالى أن تنتقل هذه الفكرة من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد، ثم التقى فضيلة الشيخ عادل حفظه الله وأطال في عمره وأنار الله بصيرته بأحد الدعاء والمشايخ الذي تلقى منه هذه الفكرة في قطر. ولكن العجيب وليست هذه يعني نوع من التبجح، ولكن هو حق ينسب لصاحبه فعلا فضيلة الشيخ عادل، هذه الفكرة ظلت على الرغم من أنها محتضنة في الحرمين الشريفين إلا أنها ظلت حبيسة المنطقة ولم يكتب لها بيوع الصيد، إلى أن قيض الله لها الشيخ المبارك حفظه الله وأطال الله في بقائه على طاعته. آمين. ثم انطلقت الفكرة، وكان أول لقاء لنا بشيخنا الحبيب سنة 2009، وإن كان الشيخ بدأ قبلها بعام في 2008 في سويس الحبيبة التي هي من أحب بقاع الأرض إلى قلبي قاطبة.
لأن الله شرفني فيها بأن افتح لناظري برؤية أول أبناء يختم كتاب الله تبارك وتعالى ابني عبد الرحمن. أسأل الله أن يجعل أبنائنا كلهم على الطاعة وعلى البر بإذن الله تبارك وتعالى. آمين. وكان هذا في بداية أول ما أطلقت الفكرة، فكرة مشروع أهل القرآن كمسمى بهذه الصورة ويسلط عليها الضوء إعلاميا من 2009 حتى هذا اليوم. يعني احنا الان في المشروع سينطلق بعد ايام باذن الله عز وجل كما تفضلتم واشرتم سيشير الشيخ باذن الله في دورته السابعه تحت مسمى مشروع اهل القران، وان كان دورته الثامنه مع شيخنا الحبيب فضيله الشيخ عادل السنجري حين التقينا به في مسجد الصحابه، وكان هذا العام الثاني له في المشروع. وزرته مع شيخي واستاذي وصديق عمري فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة حفظه الله ومتع الله بعلمه. آمين يا رب. ومد فيه على الطاعة. التقيناه في ذلك الوقت وكانت بداية الرحلة المباركة، ثم وكانت الانطلاقة التي قطعا ستفوتني فيها أسماء كثيرة يجب أن يذكر ويشهد لها بالحق، ومنهم أخي وصديقي ولا أبالغ إن قلت هو ابني وهو أخي وتوأم روحي الأستاذ سالم عبد الواحد. نعم. الذي يبذل من جهده ومن وقته ومن حياته فعلا لهذا المشروع منذ سنوات طويلة منذ أن بدأت هذه الفكرة، ولعل الشيخ عادل يؤيدني في هذا الأمر فأسأل الله يتقبل بإذن الله تبارك وتعالى. آمين. ومنذ هذه السنوات وحين كان القرار مع شيخنا الحبيب أن تنتقل التجربة إلى القاهرة، وانتقلت بالفعل إلى القاهرة، حرسها الله وحفظها الله وأدام الله عليها الأمن وعاده إليها كاملا مكملا بإذن الله تبارك وتعالى. ونعمنا جميعا بأن تعود إلى سالف عهدها وأفضل وأفضل وأعلى رفعة ورفعة بإذن الله تبارك وتعالى. فهي قاهرة الأزهر وقاهرة الكتاب الله تبارك وتعالى كما قلنا ونقول ونكرر مرات ومرات، حين أراد الله تبارك وتعالى أن يشع النور لكل الدنيا شع من هنا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم توالت الدورات مرات ومرات، ومع ما حدث في البلد من صخب ومن أمور كلكم تعلمونها، إلا أن الله عز وجل إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا. استمرت هذه الدورة في وقت التون مشتعل وصراعات وخلافات، إلا أن هذا الأمر الذي لا يختلف عليه اثنين مجمع عليه من كل الدنيا كتاب الله وحفظه، فحفظ الله تبارك وتعالى هذه الدورة وحفظ سيرها. يخفت السير وتمشي الهوينة في بعض الأحيان، ولكنها بفضل الله تبارك وتعالى انطلق ركبها المبارك وانطلق سفينها المبارك بقيادة ربانها المبارك أيضا. نعم. وهي مستمرة في هذا السير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وأعمارنا جميعا. آمين. خدما لكتابه. آمين. وأن تستمر على هذا النهج وهذا المنوال. آمين. كما قلت حين بدأت الفكرة برغبة شخصية أن يتم أبنائي حفظ كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك كانت المسألة عامة لأبناء الناس، ولعل شيخ الحبيب يذكر أن الإنسان لم يتمالك أحدنا نفسه من كثرة البكاء حين كانت الرغبة آتي ويحفظ ابني عبد الرحمن اللي عمره 13 سنة يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فأخرج وقد شرفني الله بحضوري حفل مبارك أتم فيه كثير من أبنائنا في أول سنة كان حوالي 79 أو 80 يصحوا لي الإخوة من أبنائنا قد أتموا حفظ كتاب الله عز وجل. لا أنسى هذه الأيام بحال من الأحوال، يعني كانت في منتصف شهر وسط سنة 2009، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وهذا الركب يسير وسيسير ويستمر بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل تعهد وتأذن بحفظ كتابه، وها هي وسيلة من أعظم وسائل حفظ كتاب الله عز وجل، إعجاز وإنجاز أن يتم حفظ كتاب الله 60 يوما. أخذت من وقتكم الكثير، ولكن هذا سعيدنا يعني سعيدنا من يتكلم بهذه المداخلة. للمذيعين إذا سلموا مايك ما تخلص منهم، ولكن ومحب كلف لشيخنا الحبيب ولكم ولهذا المشروع المبارك، أسأل الله أن يديمه وأن يبقيه دائما وأبدا. ولا أنسى الآن حتى ما يفوتني للكلام الكتيبة المباركة اللي شغالة من قبل أن يبدأ المشروع، سواء كتيبة الندى لقيادة المبدع دائما وأبدا أخي الحبيب محمد توفيق، وكذلك الفريق العامل على هذا الموضوع بشكل كامل الأخ حاتم والأخ وليد مسعود والأخ محمد كمان والكل هذا الفريق، لا أنسى منهم أحدا وأتمنى أن يعذرني من نسيته، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينساهم أبدا في الأجر بإذن الله عز وجل. فهم يسهرون منذ أيام طويلة حين قررنا أن يبدأ المشروع في الإعداد للمشروع بشكل كامل، وأخي الحبيب مصطفى أمين وغيرهم من الإخوة المباركين، أسأل الله أن يحفظهم ويعينهم ويرفع قدرهم في الدارين بإذن الله عز وجل، ولكم بنفس وزيادة وقرة عين
بإذن الله تبارك وتعالى. سيدنا تقبلني، تقبلني أن أكون خادما لأهل القرآن معكم. رفع الله قدرك، رفع الله قدرك، أنت شرفتنا بحضورك إحدى حفلات التكريم أو حفلتي التكريم في سنوات سابقة، وكان هذا مزيد شرف لنا. الله يكرمنا ولك. وهذا والركب يشرف بأن تكون أحد من يقودون الجمع فيه بإذن الله عز وجل. الله يرفع قدرك شيخنا، ربنا يحفظك، بنحبك في الله شيخ إبراهيم، رفع الله ونتمنى رؤياك قريبا على خير في بداية الدورة، وفي إن شاء الله يعني في ختامها بفضل الله تعالى وتكريم حفظة القرآن. رفع الله قدرك في الدارين. الله يرفع. سأذنكم لتكملوا هذا الحديث الماتع مع شيخ الحبيب فضل الشيخ عادل. أستأذن شيخنا عادل. حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. ربنا يرفع قدرك شيخ إبراهيم. ربنا يحفظك. حياك الله. السلام عليكم. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا. الحقيقة ارتبطت الدورة باسم إبراهيم اليعرب، يعني لدرجة أن أنا كنت في خارج مصر وكنت بذكر مسألة الدورة مع بعض الإخوة من جنسيات. نعم. قالوا لي الدورة اللي هي بتاعت إبراهيم اليعربي. ما شاء الله. قلت لهم أي، وأنا ما أعلم بدورة إلا من خلال دعوتي لحفل التكريم من خلال شيخنا الشيخ إبراهيم. الحقيقة هو الأخ إبراهيم كان نعمة ربنا أنعم علينا بها. ما شاء الله، الله يبارك في الجميع. يعني ذاع صيت الدورة وانتشرت بسبب، حقيقة يعني مش بجامل ولا شيء، لا بسبب الأخ إبراهيم وقناة الحكمة ومجهوداته غير العادية بصراحة. صلى الله يبارك في الجميع يا رب، ويتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أمين يا رب. وصلنا يا مولانا إلى الصفحة الرابعة. الصفحة الرابعة جه سمعها بطريقة جيدة، خلاص بنقول له سمع لي بقى من أول الصفحة رقم 2، لأن الأولى خلاص كده أصبح فيها إيه؟ في ثلاث مرات إعادة. نعم. لو لقيته مش عارف يجيب الثلاثة بنوقف، ما بناخدش جديد تاني. نقول له نجيب الثلاثة مرة تاني أو مرة تالتة، لما خلاص أصبح جيدا بنخش على الصفحة رقم 5 وبنسيب الأولى والتانية ونمسك 3 4 5 وهكذا لغاية ما الصورة بتنتهي. بعد ما تنتهي الصورة بأكملها نقول له حضرتك هات لنا الصورة كلها، سمع الصورة كلها على بعضها ما شاء الله من غير اختبار، يعني تسميع كامل لازم يسمعها سرد، وما ينتقلش إلى الصورة اللي بعدها إلا لما بيعمل اللي احنا بنقول عليه ده. بس يعني حضرتك دلوقتي لما احسب الستين يوم مع عدد اجزاء القران، يبقى انا محتاج في كل يوم الى حزب من القران. تمام. نصف جزء، نصف الجزء يعني 10 اوجه. تمام. هل 10 اوجه في اليوم سهله بالنسبه للمتلقي؟ ده كمان بقى عنده عبء، كمان عنده عبء كمان مراجعه هذه العشر في اليوم الذي يليه. لا انا هقول لحضرتك على الاعظم من كده، احنا بنقسم اليوم الى 3 اقسام. القسم الاول لحفظ الجديد، القسم الثاني لمراجعه الماضي القريب، القسم الثالث لمراجعه الماضي البعيد. يعني احنا بنقعد في المسجد 12 ساعه، بتتخلل هذه الساعات ساعتان للراحه مع الصلوات والتناول الطعام و و و هنقول ساعه، قول 3 ساعات. نعم. يبقى اللي بيتبقى 9 ساعات. نعم. 3 ساعات الأولى للحفظ الجديد. نعم. 3 ساعات للماضي القريب، 3 ساعات للماضي البعيد. حفظ الجديد بهذه الكيفية كما ذكرتها. نعم. خلصنا وجاب الصورة بأكملها ولسه في وقت متبقي، بدخل على الصورة اللي بعدها. ما فيش وقت، بقطع خلاص وبدخل على الماضي القريب. إيه هو الماضي القريب؟ هي الصور اللي حفظها بالأمس وأول أمس وأول أمس. لان ده حفظ جديد، لو انا ما تابعتوش مره واثنين وثلاثه واربعه هيسقط منه، بيطير. نعم. نبينا عليه الصلاه والسلام قال تعهدوا هذا القران. نعم. والذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقولها. عليه الصلاه بنطبق هذا الكلام وبنتعهد القران وبسرعه. نعم. في الماضي القريب قد يصل الطالب في تسميعه للماضي القريب الى جزء ونصف او الى جزئين. حضرتك سالتني عن كي يعني هل يستطيع ان يجيب 10 صفحات في اليوم؟ ده انا بقول لحضرتك في ال3 ساعات. نعم. بيجيب ال3 صفحات، واحيانا بعض الطلاب بيجاوز العشر يعني صفحات. يعني يتعدى العدد المطلوب. بيتعدى وبنفس الكيفية. نعم. بنفس الطريقة. فأنا عاوز نفترض نقول لحضرتك جالنا الطالب وادينا له في أول وتاني وتالت يوم الفرصة ان يجيب المخزون اللي عنده.
مش هنطبق عليه دلوقتي ماضي قريب وماضي بعيد. طالما عنده مخزون وهو يحفظه حفظا جيدا وهو طلق وماشي تمام، بنخليه يسمع لغاية ما بنلاقيه خلاص وقف وتعثر، نقول له بس هنبدأ ايه نحفظ ونجدول المسألة. نفترض ان الطالب جه وراح مسمع لنا الخمس اجزاء اللي من ورا وقلنا له كده انت كويس، يبقى هنحط الخمس اجزاء دول في الماضي البعيد. يعني كده كده هيتابع معاهم، هنجيبهم تاني مع الجديد. نعم، هنحطه في الماضي البعيد ونبدأ نديله الصورة الجديدة. نفترض بعد الخمس اجزاء بنبدأ بصورة الجاثية والدخان. نعم، ما هو الاحقاف عند الخمسة تمام الاولانيين، نقول له الجاثية خلاص دي ده الجديد، خلصها ودخل في الدخان، يبقى النهاردة اخذ جديد الجاثية والدخان. وبنجيب بقى مرة تاني من اول الناس واحنا راجعين، ده الماضي البعيد. طب الماضي القريب نبدأه امتى؟ نبدأه بكرة. هعمل ايه في الماضي القريب؟ طيب احنا اخذنا امبارح الجاثية والدخان تمام، يبقى النهاردة بقى لازم اجيبهم مرة تاني في الماضي القريب تمام، لازم يبقوا معاه مع جديد، وهديله جديد من صورة الزخرف. نعم، يبقى الجديد النهاردة الزخرف، الماضي القريب الجاثية والدخان، الماضي البعيد بيبدأ بقى من الناس واحنا ايه زي ما ذكرنا تمام. قلنا من الناس للملك، بقسم كل الماضي البعيد على مدار الست ايام، ستة ايام من السبت الى الخميس. لو هو معاه ستة اجزاء بجيبهم من السبت للخميس، معاه 10 من السبت للخميس تمام، معاه 20 من السبت للخميس. معنى ذلك ان الماضي البعيد المخزون المتراكم عنده لازم يجيبه لي كل اسبوع يعني مرة، يعني هو تحت ضغط على طول، على طول كل اسبوع مرة. نعم، كل اسبوع مرة. يبقى احنا وصلنا الى خدنا خلاص، طيب بكرة بعد الزخرف هناخد ايه؟ هناخد الشورى. طيب اخدنا الشورى خلاص كجديد، يبقى الماضي القريب بتاعنا بيبدأ منين؟ من الزخرف اللي هي الصورة اللي قبل الشورى اللي اخدناها بالامس. يبقى الماضي القريب بتاعي هيبقى الزخرف الدخان والجاثية. حضرتك تلاحظ ان كده الجاثية والدخان مرينا عليها اكتر من مرة تمام، نبتدي نوقفها شوية. لو لقيت ان وصلنا فيها الى درجة المهارة هضمها على الماضي البعيد تمام، لان انا كل ما بتجه لكده كل ما بيزداد عندي الحفظ هضمها على الماضي البعيد. هاخد اليوم اللي بعده هاخد فصيلة جديد، وممكن فصيلات وغافر. نعم، طيب يبقى الماضي القريب يبدأ من الشورى، يبقى هاخد الماضي القريب الشورى والزخرف، ولو لقيت الدخان والجاثية مش قد كده برضه هجيبهم تاني تمام لغاية ما اطمئن واحطهم على الماضي البعيد. فهذه الكيفية بنمشي على هذا المنوال لغاية آخر الدورة، وبيتحقق فعلا تثبيت القرآن عند زي ما قلت لحضرتك عندي نسبة حوالي من 65 ل70% من الطلاب. طيب سيدنا احنا عندنا الدورة في أربع أسس فيها ماشي؟ نعم. أولا المشرف على الدورة هو فضلتك. عندنا البرنامج المحطوط الموضوع لهذه الدورة. عندنا المحفظ، عندنا الطالب. تمام. كل واحد عارف دوره، وكل واحد دوره مكتوب ومعروف هيعمل إيه. تمام. عايزين بقى إيه دور المشرف حضرتك؟ المتابعة بتتم إزاي؟ المشرف وإن كان ربنا شرفني بإن أنا أكون مشرف عام، معايا مشرفون آخرون. نعم. في كل دورة بيبقى معايا مشرف مساعد أو اثنان. المشرف لابد أن يكون حافظا للقرآن حفظا جيدا. نعم. ليه؟ لأن المشرف بيجري الاختبارات، المشرف بيقسم الحلقات وبيوزع الطلاب وبيوزع المحفظين، وبعدين بيتابع البرنامج مع كل محفظ ومع كل طالب تمام. كل يوم لازم يقعد مع الحلقات ويشوف هل فعلا البرنامج بيتحقق ولا المحفظ ماشي بطريقة تقليدية أو طريقة قديمة. يبقى أنا بتابع، يبقى المشرف اللي مع حضرتك بيتابع المحفظ في أدائي، في أدائي، والبرنامج في تنفيذي. والطلاب بنعملهم اختبارات. نعم. كل يومين كل ثلاثة بيجي بنشوفه أنت وصلت الخمس أجزاء، نعمل لك فيها اختبار. أنا اقتنعت كمشرف أن القرآن في ذاكرته، بنقله على الجزء السادس وأقوله على بركة الله. ما اقتنعتش بقوله توقف ورجع لي مرة تانية عشان هتختبر مرة أخرى. طب لو تعثر يعني المحافظ معاه مجموعة من الطلب، لو تعثر طالب أو أكثر من طالب يعني هل بيجنبوا مع محافظ بشكل خاص ولا بيستمروا في مع المجموعة؟ لا، بنعيد تنظيم الحلقات بعد أسبوعين تمام. الأسبوعان الأول والثاني بيبقى يعني محك اللي هو التجربة يعني بنشوف مين المتميز قوي ومين اللي بعد منه ومين اللي بعد منه.
فبنعيد تقسيم الحلقات مرة أخرى. الحلقة المميزة بحط فيها ثلاثة، الحلقة المتوسطة بنحط برضو فيها ثلاثة، وبفضل الله ما فيش حلقة ضعيفة. يعني ليه؟ لأن كلهم خطوا الاختبار الأولاني. لكن يعني هي ملكات، ده في واحد بيحفظ الصفحة في 5 دقائق، بنخليهم مع بعض بيبقى فيه تنافس، اللي بيحفظها في 10 دقائق مع بعض، اللي بيحفظوها في ربع ساعة مع بعض. لو أكتر من كده بنحاول بقى نشوف إيه المشكلة، المشكلة فين. يمكن يكون بيسهر ما بينامش كويس، يمكن يكون بيتابع الفضائيات أو الكرتون أو النت أو الفيسبوك أو. لذلك مولانا إحنا بنخليهم في المسجد، يعني خاصة في شهر رمضان، إقامة كاملة جبرية، واعتكاف وأكل وشرب فطار وسحور وإقامة كاملة في المسجد، ما بيخرجش إلا يوم الخميس ويرجع لنا يوم الجمعة بشكل داخلي، يعني بنبعده عن أي مؤثرات خارجية، عشان نقدر فعلا نهيئ له الجو، جو الحفظ، حفظ القرآن. طب هل في تعويض للجانب دوت؟ يعني هل في شيء من الترفيه؟ أنت عارف حضرتك أني لما أمسك المصحف وأقعد أقرأ فيه، وبالذات الأطفال يعني، ويقعد يعني مع القرآن طول الوقت، هو محتاج جانب برضو من جوانب اللي تخليه يعني يخرج شوية عن الإطار ده، تمام، ثم يعود تاني يعني من باب التنشيط يعني. تمام، احنا عندنا طبعا جانب الترفيهي وهو جانب تنشيطي للطلاب وللطالبات. بنجمع الأولاد كل يوم وبنتكلم معهم في شيء معين خاص بالثقافة أو خاص بالحديث أو خاص بالتفسير أو خاص بالتجويد. نعم. وبعدين أحيانا إذا كان الجو مناسبا بنقول لهم اخرجوا العبوا شوية. تمام. العبوا شوية بس بعيد عن حر الشمس. لأن احنا لو سبناهم، احنا طبعا بنعمل الدورات في الصيف، لو سبناهم تحت حر الشمس الولد هيتعب مش هيعرف يحفظ اكيد. لكن بدون اسراف حضرتك، في بعض الناس بيعملوا دورات، فبيعملوا ايه؟ بيخلوا الطالب ينزل في حمام السباحه كل يوم ساعتين، يرجع من حمام السباحه خلاص مجهوده ضاع، جسمه مش قادر، عاوز ينام، مش هيقدر يحفظ قرآن. يعني احنا بنقول ترفيهي لكن بلا إسراف بلا تفريط. وبعدين مولانا من التجربة واحتكاكنا بالأولاد بينمو عندهم روح التنافس. احنا عندنا أولاد كنا يا أولاد روحوا، لا بيقعد في المسجد مش عايز يمشي لغاية الساعة 11 بالليل و12 بالليل مش عاوز يمشي. ما بس الروح دي أظن مهمة جدا 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 جدا، بيبقى لأنه هو حط هدف وعاوز يختم القرآن وعاوز ينافس زملائه في الحلقة. فأنا يعني ما بقولش كلام في الخيال، الناس اللي طول عمرهم يقولوا يا جماعة الترفيه، يا جماعة حرام، يا جماعة هنحبس الأولاد، ده أولادهم مش هيحفظوا القرآن. اللي عاوز يحفظ القرآن يعمل زي أولادنا في جنوب شرق آسيا، بيدخلوا في مدارس مغلقة. بس هم مختلفين عننا برضو يعني هم أظن وسائل الترفيه مش زي عندنا. ما هو إحنا برضو إحنا أسرفنا في وسائل الترفيه للأسف، إحنا عندنا إسراف لدرجة إن بموضوع الترفيه عندنا في مصر هو المقدم على العلم أو على حفظ القرآن. لا، محتاجين نتكلم على موضوع الإسراف في هذا الأمر، بس بعد ما ناخد الاتصال ده مولانا. الأخت قانتة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أخت قانتة. طبعا شيخنا يعرف حضرتك كويس. الأخت قانتة ممن يعني حفظنا في دورة أهل القرآن، ختمت قانتة القرآن في شهرين، وهي من إندونيسيا، طالبة في جامعة الأزهر ما شاء الله. فما شاء الله يعني بدت عليها علامات الجد والاجتهاد وختمت القرآن في أقل من 55 يوم ما شاء الله. قانتة، أيوة نعم. يعني اشرح لنا كده، هل كان في مشقة بالنسبة لك وأنت تحفظين يعني ما يقرب من 10 أوجه في اليوم؟ نعم، يعني في أول وهلة كان صعبة جدا. ربما أن في الحلقة يعني المراجعة أفضل حاجة من حفظ. نعم. يعني الشيخ يأمرنا مراجعة أولا، بعد تم من المراجعة يعني زيادة من الحفظ هكذا يعني. يعني تأخذ الأول مراجعة ثم حفظ الجديد. يعني أهم شيء في الدورة المراجعة. نعم. طيب ما كانش فيه مشقة بالنسبة لك؟ يعني مشقة في أول وهلة كانت مراجعة صعبة.
لكن ومشقها علينا. بعد ذلك كان الأمر يسير. يعني كان أمره تعودنا بعد مرور من الأيام، تعودنا شوية شوية هكذا. نعم. طيب سيدنا تحب تسأل قانيتا سؤال؟ قانتة، يعني الآن أنت تحفظين القرآن الكريم كاملا، إن شاء الله يا هل شيخ. توقفت عن المراجعات أم لا تزالين تراجعين القرآن الكريم؟ إن شاء الله التزمت بالمراجعة في اليوم هكذا، يعني لا ننسى المراجعة. طب كم تراجعين في اليوم يا قانتا؟ يعني حسب طاقتي، يعني ممكن جزئين والجزء هكذا. يعني بالنسبة أنا طالبات في الأزهر، يعني الآن عندنا في الامتحان هكذا، يعني نعم، حسب لكن يعني الفراغ. في الأجازة بتراجعي أكثر يعني. إن شاء الله إن شاء الله هكذا. أسأل الله أن يبارك فيك يا قانتة نعم وأن ينفع بك، بارك الله فيك، يا رب يا رب ربنا يحفظك يا رب ويرفع يا قدرك. رب. ما شاء الله عندنا همة عالية جدا بالنسبة للأخوات في أندونيسيا والإخوة كمان في أندونيسيا. أنا أظن إن الأزهر فيه عدد كبير جدا. من الطالبات؟ نعم نعم والطالب نعم. التحق بالدورة عندنا من إندونيسيا ومن روسيا، من داغستان، إن شاء الله، من كازاخستان، ما شاء الله، من تونس، من نيجيريا، من جنسيات مختلفة، من الإمارات، من السعودية، ما شاء الله ما شاء الله. فبفضل الله ربنا وفي بيكرمهم. من مصر كمان ولا؟ لا 90% من مصر. نعم ما شاء الله وما شاء الله. طبعا المصريون معروفون بالنباهة، نعم. يعني انا ما شاء الله في احد الطلاب وهو صغير السن نعم حفظ القرآن، كان عنده 10 سنوات في 25 يوم ما شاء الله. والاخونا ابراهيم اليعروبي كرمه ما تكريما شاء الله خاصا، ما شاء الله، وكانت في الدورة الاولى بالسويس. نعم ده 25 يوم. والسن سن ما شاء الله كم سنة؟ كان 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله ما شاء الله. افضل الاعمار اللي بتحفظ القرآن بلا مشاكل 12 و13 و14 سنة. 12 و13 و14. اقل من كده بيبقى فيه، اقل من كده بيبقى فيه صعوبة. نعم اكتر من عشان كده يشغلوا برضه باللعب، واكبر من كده بيبقى انشغل بحاجات تاني. نعم فبفضل الله البرنامج دقيق جدا. المشرف زي ما قلت لحضرتك لازم يكون حافظ للقرآن الكريم، واللي يكون عنده متابعة ويكون عنده حكمة وحزم. الحزم بنحتاجه في وقت، والحكمة بنحتاجها في وقت آخر. نعم. لأنه مش معقول أن أنا يعني حزم يعني شخط وزعيق، لا، حزم في الأمور أداء الأعمال، وبعدين الحكمة في حل المشكلات. يعني مهمة المشرف أنه ما يخليش مشكلة تظهر في المسجد، طيب وإذا ظهرت يحلها. يعني الحزم مطلوب في أوقات، نعم، وفي أوقات أخرى مطلوب يعني شيء من اللين. طب معانا زينب اتصال بعد اذنك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله والله بخير، الحمد لله والله كويس الحمد لله. ازي حضرتك زينب؟ برضو من الخاتمات للدوره سيدنا، من الخاتمات واوائل الخاتمات ما شاء الله، كانت في الدوره. وزينب يعني ربنا من عليها واكرمها بنعمه الحفظ السريع، على الرغم من ان هي يعني بتعاني من اعاقه ما شاء الله في جسدها. ربنا يعافيها ويحفظها آمين يا رب. آمين ويرفع آمين درجاتها آمين ويعفو عنها وعنها ان شاء الله. يا زينب نعم. ايوه حضرتك بالشيخ. حفظت القران كاملا يا زينب؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني فضل محفظيني، وانا ما شاء الله ما انتش فضل محفظين عليا، يعني انا كنت بواجه تعبات ومشقة بالنسبة لي، بس والله ما شاء الله محفوظات ومش راضي يهونوا عليا ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم وربنا يبارك يا رب في كل يعني اللي في الدورة المقدسة. آمين يا رب آمين. يا زينب أنت بتراجعي دلوقتي القرآن ولا نسيتي؟ حضرتك أنا بقالي 4 5 سنين ختمة. 4 5 سنين بتراجعي؟ أول سنة فيها قدمت فيها مرة طبعا، كان في شهرين، بدأت 1/6 خلصت في 30/7 ما شاء الله. تاني سنة قدمت 3 خطوات في مسجد عبد الله صالح. نعم. تاني سنة قدمت مرة حاجة في برن نسا، عشان كان طبعا ظروف تحريتي وتالتة إعدادي وكده وشهادة وأزهر وكده. لكن السنة اللي فاتت ما شاء الله قدمت 6 خطوات ما شاء الله ما شاء الله عليكي.
ده غير يعني الغدوات اللي انا كنت بختمها مع فلوسي يعني، وامي في الحاجة ماما في البيت يعني هي اللي ساعداني، كانت في المدرسة برضه ما شاء الله عليها كانت بتاخدني البيت وترجعني ما شاء الله. اسال الله ان يبارك فيها. دلوقتي وصلت لغاية 16 يعني. انت عندك كام سنه يا زينب؟ انا دلوقتي عندي 17 سنة. اسال الله ان يبارك فيك يا زينب ويرفع قدرك بالقران. امين يا رب امين يبارك يا فيك. رب امين. انا شخصيا سعيد بالمداخله دي يا زينب، وبوجه رساله لمن يشاهدني الان من الاصحاء، يعني كل واحد يدور في نفسه هو فين من زينب. بارك الله فيك يا زينب. رساله بقى ربنا سيدنا يا رب يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك للأصحاء. يا فضيلة الشيخ، الله ربنا يا رب يحفظك. يجازيك على كل خير يا رب. ربنا امين يا رب يجعل ميزان حسناتك يا رب امين ويمكنك من الدعوة أكثر وأكثر إن شاء الله. آمين يا رب. أنت أدعو لك يا شيخنا، ربنا يبارك آمين فيك. يا رب آمين. ودعوا لي بقى ربنا يحفظني أمي عمر، ربنا يحفظك ويبارك فيك زينب، ويحفظ أمي عمر إن شاء الله. آمين يا إن رب. شاء. شكرا يا زينب، جزاك الله خيرا يا زينب. بارك الله فيك يا زينب. الله زينب، انا بقول اذا كما حضرتك توجهت للاصحاء بالكلمه، انا بقول لهم يا اصحاء، زينب كانت بتقطع مسافه، مش بتركب مواصلات، يعني عندها مشاكل في السير، عندها مشاكل في رجليها، عندها مشاكل في ايديها، عشان تمشي بتمشي طبعا بصعوبه، وعلشان تقعد وتقوم من الارض بصعوبه بالغه. انا الملك كانت بتتحمل كل ده لغايه ما ختمت القران الكريم. طب فين الاصحاء بقى يا مولانا؟ الأصحاء ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. آمين يا رب العالمين آمين. أنا باقي معي 5 دقائق وأنا لسه عندي أسئلة قد كده على شروط القبول والأعمار المقبولة في الدورة، فلو فضلتك تسمح لنا بلقاء يوم الخميس. أنا تحت أمرك. نستكمل فيه الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله، لكن نستكمل برضو حتى نهاية الحلقة في الكلام عن موضوع انشغال أبنائنا باللعب، وكثير من الاباء والامهات بيفرح ان ابنه بيتعلم لعبه رياضيه معينه، ويعني طبعا عايزين اولادنا يتعلموا كل ده تمام، وعايزين اولادنا يبقى ليهم فترات ترفيه، لكن لما يزيد الامر حضرتك بنصحهم بايه؟ انا يعني اولياء الامور اتوجه اليهم واليهم وبقول لهم اقرأوا فضل القرآن وفضل حفظ وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم. أنت يعني يا ولي الأمر يعني خليت ابنك يلعب وأسرف في اللعب، مش اللعب ده مش هينفعه ولا هينفعك أنت كولي أمر. نعم. يعني إذا أردت أن يعني يلبسك ولدك تاج الكرامة يوم القيامة حفظ القرآن. نعم. وبعدين أقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إيه علشان ابنك يرفعه ربنا عز وجل؟ هيرفعه بالقرآن. نعم. في حديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. نعم. وفي حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن، مش نعم. اللعب والكورة. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبعدين يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبقول له يا ولي الأمر اسمع، أنت المفروض تكون يعني حريص على ولدك وتنفعه في الدنيا وفي الآخرة بالحسنات وتقيه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ناخد آخر اتصال. طيب يا مولانا اتفضل. حاج بدير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ أشرف، الله يرفع قدرك. قبل الهواء مباشرة شيخنا الشيخ عادل قال لي أن هناك أسرة كاملة حفظت القرآن من خلال هذه الدورة، اظن اخونا الاخ بدير. نعم. والاسره الكريمه. أنا والله في 2010 شفت الاعلان ورحت قدمت في الدوره انا وزوجتي وابني وبنتايا توام ما شاء الله رفيده ورقيه ما شاء الله. وكانت يعني انا ما كنتش مصدق ان انا احفظ القران في 60 يوم ولا اولاد ولا حاجات ما شاء الله، لكن وانا كان عندي 62 سنه ما شاء الله ما شاء الله كان عندي 62 سنه. نعم. ولما الشيخ عادل قال لي هتقدر؟ قلت له هقدر بامر الله، ولو ما خفق وما دخلتنيش في الدوره هشتكي لربنا.
ما خصش بقى حاج بدير، ما خصش بالحديث اللي بيقول بعد ما شاب ودوك كتاب ولا حاجه من دي خالص. لا 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 لا، شاب مين؟ الحديث باطل يعني. احنا شباب ما شاء الله عليك، اسال الله ان يبارك في عمري. والله انا حفظت لغايه سوره الكهف في 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 اللحظه دي في السنه دي. نعم. وزوجتي ختمت القران ما شاء الله. احمد ابني حفظ لغايه سوره الاعراف ما شاء الله. وبنتي رخيده ورقيه ختموا القران ما شاء الله. وبعد كده الشيخ عادل في السنه في السنه في السنين التاليه محافظات القران ما شاء الله ما شاء الله. وبنتي ان شاء الله العظيم. وبتراجعوا مع بعض كده حاجه دير ولا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى، اشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. والشيخ عادل ده فوق راسنا من فوق جميعا. وفوق راسنا احنا كمان. اتاح لنا فرصه ما كانتش متاحه لنا خالص. فجزاك الله كل خير. جزاك وانا يوميها في الحفله اللي كنت موجود قلت لحضرتك انا اكبر واحد في الدوره. نعم. قلت على راسي وخدتني في الحضن. لا. انا ما انساش هذه اللحظه والله. ربنا يرفع عندي. ربنا يرفع قدرك يا رب. بسالك بس سؤال، بتراجعوا ولا خلاص وقفتوا بقى كده؟ لا ان شاء الله احنا على طول مستمرين ان شاء الله باذن الله، ولو اتعملت الدوره 10 مرات هنروحها. الله يرفع قدرك، ربنا يبارك فيك حاج الدير ويبارك في الاسره الكريمه واجعلنا واياكم والسامعين من اهل القران الذين هم اهله وخاصه. وتحياتنا ليه وبارك الله فيه وجزاه الله كل خير. الله يرفع قدرك، ربنا يبارك فيك. سيدنا بيقول خلاص الوقت انتهى وانا مش عايز الحلقه تنتهي خالص. فخلينا على وعد باللقاء يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله نستكمل الكلام لان احنا عندنا اسئله كتير جدا، ولسه هننتظر بقى مداخلات مشاهدينا الكرام من خلال الصفحه او من خلال المداخلات التليفونيه. طيب نرد على بعض الاسئله عشان نبقى نعلن عن بدء الاختبارات والمواعيد والازمنه. خلاص. يعني في عجاله كده لو ارضوا عشان اطمن الناس. اتفضل. هنبدا الاختبارات ان شاء الله يوم 7/6. نعم. لغايه يوم 12 من اول السبت الى الخميس، 3 ايام في الجيزه مسجد الحبيب منشيه البكاري الهرم. تمام. وثلاث ايام في امتداد 15 مايو بحلوان مسجد الدكتور احمد خليل. تمام. ان شاء الله. وده ان شاء الله هنزل التوقيتات ديت والاماكن ديت على صفحه اهل القران وعلى الصفحه الخاصه بالبرنامج وعلى الصفحه ان شاء الله الخاصه بقناه الندى. يعني لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الشيخ عادل. صلى الله وبارك فيك وفي عمرك وان يستخدمنا واياكم في خدمه كتابه الكريم. بارك الله فيك. التقي بكم مع شيخنا ان شاء الله يوم الخميس القادم واستكمال الكلام عن دوره اهل القران. اختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. عايز تتعلم أحكام تجويد القرآن؟ بتغلط كتير في القراية وعايز حد يصحح لك؟ عندك مشكلة في الحفظ؟